السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، واليوم يا جماعة نتكلم عن رؤية الميت يسأل عن شخص. لأول وهلة كتير من الناس، حتى يعني اللي ما عندهمش علم بتفسير الأحلام، عارف إن الرؤية دي ممكن تبقى مش كويسة. هي بالفعل مش كويسة بس في حالة واحدة، لكن في جميع أحوال الرؤية أو في جميع تفاصيلها في حالات كتيرة جدا كويسة. دعونا ندخل في الموضوع. رؤية الميت يسأل عن شخص وكان فرحانا. هذه الرؤية تدل على سعادة الميت، ملهاش دعوة بك خالص، أن الميت عند الله تبارك وتعالى سعيد. ليه؟ لأن الميت ده لما يجي لك، طبعا هو قريب منك أو من أهلك أو شخص تعرفه بصفة عامة، معناها أن الميت ده سعيد لما يقدمه له أهله في الحقيقة في الدنيا، فبيجي سعيد بدلالة الأشياء اللي هي تعملت من صدقات ودعاء وإلى آخره فبتوصله، فبيبشرك أنه سعيد. ده مبدئي رؤية الميت يسأل عن شخص لأنه يريد منه شيء. في فرق ما بين الميت يجي له فرحان، وفي فرق ما بين الميت يجي له وبيسأل عن شخص وعايز منه حاجة. هذه الرؤية طبعا الناس هتخاف، لا دي رؤية محمودة، مش محمودة على أساس إن هي مش هيحصل لك حاجة، لا هو بالفعل مش هيحصل لك حاجة. الرؤية دي خاصة بالميت نفسه، كل إنه يسأل على شخص وعايز منه حاجة. هذا الميت يفتقر إلى الدعاء والصدقة، محتاج دعاء وصدقة لما يجي يسأل عن شخص ويريد منه شيء. رؤية الميت يأتي في المنام ويسأل عنك، وانت في الحقيقة كنت مشغول بأمر مهم. طبعا لأول وهلة الميت بيسأل عليا يبقى في مصيبة هتحصل، أنا كده هموت. لا لا لا، افهموا الكلام بيجي ازاي. طبعا الرؤية اللي الكل دلوقتي عاوز يسمعها هقولها في الآخر. رؤية الميت بيسأل عليك وانت في الحقيقة عندك أمر يشغلك، أمر يعني محتاج يخلص، حاجة شغلاك، حاجة كبيرة. هذه الرؤية حينما يأتيك الميت ويسأل عنك في الوقت الذي تنشغل فيه بقضاء أمر مهم، هذه الرؤية تبشرك بأنك سوف تتخذ القرار الصحيح في هذا الأمر المهم. أما إذا كنت مهموم، مكروب، عندك مشاكل، عندك هموم، عندك أحزان، وجاء الميت يسأل عنك، أو كان عندك مثلا مشكلة والميت اللي جالك ده الأم تحديدا أو الجدة، والميت ده جالك وزارك سواء الأم أو الجدة، وانت مكروب مهموم مريض، هذه الرؤية تبشرك بخير. إن كنت مكروب فك كرب، كان عندك هموم وأحزان زوال هموم وأحزان، إن كنت مريض شفاء إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الرؤية بقى اللي الكل دلوقتي عايز يسمعها، طبعا هي رؤية غير محمودة بالمرة، لكن هذا شر لابد منه، برغم ان احنا بنلاقي بعض المضايقات من بعض الجهلة الذين لا يفقهون شيئا ولا يعرفون شيئا. انت مين اللي قال لك ان ده هيموت وده مش عارف ايه؟ طبعا يعني انا زهقت من الرد على الكلام ده. رؤية الاب تحديدا يأتي ويطلب شخص بعينه او يطلبك انت ويقول لك تعالى معايا في مشوار، والمشوار ده مجهول، انت مش عارف انت رايح فين، او انت شفت ابوك اخد اخوك اللي هو في الحقيقة عايش وراحوا مشوار واخوك مشي معاه وانت مش عارف هو رايح فين، المكان المقصود اللي هم رايحينه مجهول بالنسبة له. هذه الرؤية تدل على قرب وفاة الشخص الذي مشى مع الأب المتوفي في الحقيقة. إذا نجا الإنسان أو رفض أن يمشي معه، هنا بنقول إن الرؤية يعني من باب أخف الضررين تنذر بوقوع مصيبة أو شر وسينجو منها إن شاء الله تبارك وتعالى. لو سأل عليك وقال لك تعالى معايا مشوار وجي يمشي انت مرضتش تمشي، هنا برضو الرؤية غير محمودة لكن اهون،
تدل أو تنذر على وقوع مشكلة كبيرة أو شر، لكن سينجيك الله تبارك وتعالى من هذا الشر طالما أنت لم تذهب مع الأب في المشوار اللي هو بيطلب أنك تيجي معه. وكأن هذه الرؤية طالما أنت ما مشيتش معه تنذر بأن في خطر جاي لك فانتبه، لكن لو رحت معه رؤية معروف لأن العلماء ما اختلفوش فيها، يعني أن الميت لما يجي ياخد واحد ويمشي دي غير محمودة بالمرة، تدل على قرب الوفاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تظرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.